فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأخبر أبو بكر رضي الله عنه أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية، قاصدا بذلك عيب هذا العمل وذمه. نعم. قال: وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة ولم يشرع في الإسلام، فيدخل في هذا كل ما اتخذ عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام. لما نهاها أبو بكر عن الصمت أعقب ذلك بقوله إن هذا من دين الجاهلية. هذا علة للحكم، لأن الحكم إذا عقب بوصف فهذا دليل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. فيكون المنع من الصمت من باب التعبد، أنه المنع منه من أجل أنه من دين الجاهلية، وقد نهينا عن التشبه بأهل الجاهلية.